بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC سي سالمون شانيل مع كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو دولار على فريم اربع ساعات عنوان حلقة اليوم التحليل الفني ليوم الجمعة الموافق 10/9/2021 هذا هو اليوم الأخير في أيام التداول الأسبوعية حيث أغلق يوم الخميس الساعة 11 مساء على شمعة قريبة إلى حد ما من شمعة الدوجي أو شمعة سبينينج بوتوم لكن هذه مع الشمعة التي قبلها الخاصة بيوم الخميس والتي بعدها وهي اول شمعه في يوم الجمعه كونوا نموذج مورنينج دوجي ستار وهذا النموذج اللي هو نجمه دوجي الصباح عاكس للاتجاه من هابط الى صاعد وفعلا ظهر ذلك في الشمعه التي فتحت هذه الشمعه الشرائيه الثيرانيه الخضراء كسرت منطقة المقاومة لكنها لم تستطع ان تخترقها الى اعلى من ذلك حيث لاقت مقاومة شديدة جدا من قبل البائعين الدببه ظهر ذلك في شكل الشمعة التي فتحت في الفترة التالية حيث كانت هذه الشمعة بيعية حمراء قوية ابتلعت الشمعة التي قبلها تماما وكونا معا نموذج ابتلاعي بيعي بريش انجالفنج باترن وترتب على ذلك استمرار الهبوط الى اسفل كانت شمعة حمراء بيعية دببية قوية وكذلك اخر شمعة في نفس اليوم كانت ايضا حمراء بيعية دببية اما عن توقعاتي لسوق يوم الاثنين الموافق 13/9/21 والذي سوف يفتح بشمعه الساعه 3 صباحا تستمر الى 7 صباحا فاتوقع ان شاء الله ان تكون شمعه بيعيه في نفس الاتجاه الهابط حيث يوجد جاب من الجمعه الى الاثنين عباره عن نافذه نتيجه توقف السوق يومي السبت والاحد وفي الغالب فان الاسعار تسير في نفس الاتجاه الذي كانت تسير عليه قبل الجاب او قبل نموذج النافذه وكذلك الاتجاه العام للاسعار كان هابطا لذلك فان الاسعار سوف تكون في نزول الا انني بعد هذه الشمعه التي اتوقع ان تفتح حمراء بيعيه عند بدايه السوق اتوقع بعدها ان تاتي شمعه خضراء شرائيه كتصحيح نظرا لوجود منطقه مقاومه امامها كذلك داخل هذه المنطقه في راوند نمبر يعطي احتماليه للانعكاس في هذه المنطقه الى اعلى ثم يواصل بعد ذلك السعر في الهبوط بعد هذا التصحيح على الاقل ثلاث شموع اخرى يعني شمعتين الى ثلاثه في نفس هذا اليوم لكن يجب التأني والتريس بعد عمليه التصحيح وحاول الا تدخل في هذا اليوم الا صفقات البيع وانتظر الشمعه التأكيديه الحمراء التي تغلق اسفل مستوى الشمعه الخضراء التصحيحيه التي نتوقع حدوثها، ثم ادخل بعدها صفقه او اثنين على الاكثر صفقات بيع ربحانه ان شاء الله، طبعا كل ده على تايم فريم اربع ساعات لمده اربع ساعات والله اعلم وهو ولي التوفيق كان معكم مستر محمد السيد السلموني.